احنا ما عندنا حدود حق طموحنا. كل انسان عنده فكره للمشروع لابد يعرف شنو هي القيمه. المشروع خلينا نقولها بصوره جدا مبسطه، هي توظيف العلم لخدمه فئتين، الفئه الاولى هم الرياضيين، وبالنسبه لعامه الناس نوظف العلم عشان احنا نساعدهم يفهمون جسدهم على الطريقه العلميه عشان يقدرون يوصلون اهدافهم بصوره صحيه تماما. خذيت بوست جرادويت دبلومه في التغذيه الرياضيه في بريطانيا، كنت اروح وارجع ولاحظت هناك عندهم مختبر اداء رياضي، فقلت يا ريت اقدر اطبق ذا الشيء في البحرين. رجعت البحرين قلت حق صاحبي عبد الرسول شفت كذا وكذا وكذا، لكن ما عندنا الفلوس ما عندنا الماده. فقلنا ما عليه، بنبتدي صغار وبنشوف شلون نقدر نطورها بعدين. من مجرد فكره كانت قبل كم سنه الى بزنس قائم اليوم. المعدات اللي احنا نجيبها معدات جدا متخصصه، ما في موردين وايد لها. فاول مره تدخل البحرين مثل هذه الاجهزه. اعتبرت انها معدات طبيه وبالتالي توقفت، وكان هاي بالنسبه لنا اكبر تحدي. رياده الاعمال مو امر سهل، البعض يعتقد بس اذا عنده راس مال وعنده فكره طبقها انتهى الموضوع راح يربح. الموضوع مو بهالسهوله، الموضوع يحتاج شغل، يحتاج ماركتينج، يحتاج تقنع الناس، يحتاج ان الناس تعرف في قيمه في الامر اللي قاعد تقدمه. جانا اتصال من البرنامج نفسه وقالوا لنا هل انتم حابين تشاركون؟ شيء في وقته. احنا اساسا خطتنا ان احنا نتوسع لدول الخليج المجاوره. طموحنا ما له سماء ولا له سقف. راح نعطي كل اللي عندنا حق المستثمرين اللي حيكونوا موجودين، وان شاء الله نقدر نتوفق.